وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي سبحانه وتعالى شيخ يعدي كلان كان قيمها بدن سوقا من قابي السيبا كابا المريوها وصار ميزانك وناقي حسناتك. وحن نقول سني هذا الله دي هذا قيمة بدن أغفك مؤمن كي إلهي سبحانه وتعالى خير ردواني وكو انتفاعيه حالة دي سنة وحبدا كبدلاية وحرية والقدرة. انت والشيخ جزاه الله خير الموضوع اينا جيدي اينا وقشي امام وقته دي سنة لقيتك انا وحد ارادة ان قدرة هاين وحنور الله هاون قفك ايمان كيسوين وكردو هالك وتاقي وكرو قكعاه حدم الله وهي أعماش الصالحة فر لي السنة ينحدب اللهين. وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إيمانك زيادة إلا أقار الضرورة وأنا نقصى ما يهوسب دعاه إلا ونقضى مدماش هو سيس التاجن قفك مسلم ك إنه إيمانك عصبان يسيسته وإيمانك يسوي زيادة وكرديه صدح الرموت بأساس واح أرجو كواد وحيهاي تعاهد القلب هدان وقفك حالك يسب الله صعون وإيمانك يسوي إنه هاسي إنه سريه إنه كردي إنه هاس ودعيبان وقين سورتك الميسو إنه لي ما أدو وحي إيمان كيسو كسياد لها وككر لها وحي إيمان كيسو هو سؤال لغيين أنه كدارادو وكفقادو. قفك مؤمن كاهي سيدا حالد علوشيسا عافمات كيسا عود كيسيا عرور تيسيا وحي لها المالا وقور هايو وحي ككر لها وحي كدين ميبا ولا صعدو si ka xeel dheero ka xoog badan ayaa wuxuu la socdaa xaaladiisa si joogtaana wuxuu xisaabiyaa qofka muuminka ahi naftiisa soo ku dhaqmaya qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha alladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qaddamat ligad wattaquu allaha ina allaha khabiiru bimaa tacmaluun. وقضبك كوبات يا أساسي ولورت حالك أقول سيدوي والدادارات كسعتا ما تيلا إيرا ليان شيسي نعيم كيسكو قارسين يسام سميلك لكو ودا وقف توصن باتا يمسو قف وداد صحدا يدك الليحضي هيركا عبادو انتو قارسي سي جعيلك وينين تديلاي وهايسا انتي لكتاي وين الحالة دادا أتكون سميسو تفقد بعد بعدتان يكور هل ييجتان أساس كلمات شخوي نوشة جاية وتوبة من الذنوب وح إيمانك ضعيف يا وحكور على بارمود جهلية إنه قفكو إلهي جاهل كي إلى أحكام تيسي أوامر تيسي وجاهل كي إيو معصية ده معصية أنا ووحك استو إلهي وكحار انتميي سمين تهات سميسو أما وحك استو إلهي وكوفر اليالي ضيعا حاران للسميي أما فر اليواتب للضيعي ويان معصية ووحاو بادن إيمان كادومها ضعيفية صورت قلا ما هقف كيلو قلبي سيما كو حسبون ايسيو كونا قرحيو يدو قلبي وسخدي يوسكا جي معسيدو اي كبوحي. ولهذا اساس كوبات
أما أساس كلابات إيمانك عسبوني سينتي سايوبا هانتاي ومع عاصدا يلقى التوبات كانوا قد مغلسين حديثك وشيخه إنه آخرية إمام الترمذي والنسائي ابن ماجي وريين رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء الضونكو مركو ذنب لي مادو برمدوا قلبي سكوصة ما يسنطع فإن تاب أدو طوبت كانو ونزع واستغفر أو ذنبي كهر إلهي ندم داف ويديستو سقل منها قلبي سي غلفتا يد حلكا ولاغ ريديا ولاغ نديفينيا وان زاد زادت حتى يغلف بها قلبه حدود ذنبيدي سي كردينا براها مدو يد حلكا سو سي كردا الا قلبي سمرك دنبه دهاده وقلبي با اسكو دوبته وقلبي وين دبيلو وحمانيو سمان وكلا أركي وايو حق يباد الله وكلا قرى وايو إلا قلبي قال بابده وحرمان أودوهن ورقمان وميل وخير كسو قلابان وبنانان وسيد إلهي يروي الرسول عليه الصلاة والسلام كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون ومع سيد يخلدات كأدوموها يقليان دحل بي قلوب تكو سمينيان مركز توعي زيادان كردان دحل كاس يأوسك قاسي وسي كردية الدونكو انت ايريهين براها مدو يدحل كاي دنوب تو سمينيسا توبت كان كواهو سهلي لكن مركز توعي سي بطان عليس كودا سي كردية على جيابة توبت كان كوين وكواد كادو لهذا غفك مسلم كامر كودن بيو كردعو مدلا بعد انتانو كسو قارن مركب واينو دق دقو طوبت كينك إلهي سبحانه وتعالى انو نغضو الإمام مجاهد تابعي أردق عبد الله بن عباس وحيري آيات المعنى يدو حوية الدونكو مركب ودن بابو مع سيادي قلبي جاي مدوبين إسا مركز تودن بسي كردية نمدو قاس سي كردية وكيل أي شيء جاء دوما قار كل حال كونوا لجاريو حمان تويني هريري سوي قدو مسو خير أردن أي كورس تكتوي كعلسو بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كقلبي وصخرة يوسك يد حلك الدم بيا كصفه سيكوغو سورتك الشو إن أدكو قرحيسو إيمانك يوحى إيمانك كفر عما أرنك صدح هذا يا أساس كوا عصبوني سينتا إيمانكو وأدونكو إنو برطو أسبابها إيمانك زيادية كردية إسلامر كانوكو عمل فلو وأنك الشيخ وإن فربنا روكم إذا إنو أخري وحانا إنو لقد بوني دي بسوى الدينو القرف والبي انت وكحصوصته كدبنا انه كد دالو انه عمل يدقنا انه رقنه الهينا سبحانه وتعالى انه قوان فع كلمات كاسيا انه مقلي ربنا سبحانه وتعالى انه ودم دافو الهي بين ويديسين زيادة الايمان ربي بين سبحانه وتعالى كما قلنا رادك حنحنا كدرش مع عاصدة يا ايمانك وضعيفة وصلى الله على نبينا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دوني ساعة عماش ونكسر لمن يكوف الله فرى لي السنرة ما دوني ساعة حمانتا نفطا لين تكربتو تكقوي ساري كوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقوي نادا أنا كن مكثرا من ذكر الله وحضن قطاع قفر ربنا يا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.